هي المجمعات، بالنسبه لمجمعات التامين على المصريين بالخارج اللي هي بتسموها جوازات السفر او تامين السفر، فكانت الفكره ان الدوله تغطي تغطي جميع المصريين المقيمين في الخارج اثناء سفرهم ضد الاخطار اللي بتتعرض لها، سواء المرض او الاصابه باي مكان وهو بره مصر، او حالات السرقه او الترحيل الجبري لاي سبب من الاسباب اللي تقتضي ان هم يرجع تاني بصوره رئيسيه الوطن، سواء جبرا او اختيارا وما يكونش عايز. الفكره دي انك توفر له تغطيه، دول كتير من العالم بدات توفرها لناسها، فكانت تم الاتفاق على ان انا اربطها بجواز السفر. اربطها بجواز السفر، لما اجي اطلع جواز السفر هيتم سداد قسط وحيد، تظل موفر لك حمايه تأمينية طول سفرك في الخارج، بشرط ان مدة السفر ما تتجاوز 90 يوم متتالية. في الحالة دي هتتمتع بالتغطية التأمينية، وهي التغطية التأمينية في حالات العلاج بتصل ل 30,000 يورو في المرة الواحدة، يعني ممكن تتعدد المرة دي والبن في السفرة تاني سنة برضه يحصل لي إصابة تاني، فالشركة التأمين تدفع. اللي اتعمل لها مجمعة شاركت فيها الجميع 22 شركة تأمين اللي هي شغالة في تأمينات المتخصصة لهذا النوع، وده هيبقى سداد قسط وحيد زي ما قلت لحضرتك فيه، هيبقى وهو بيطلع الباسبور هيتم سداد مبلغ 300 جنيه ضمن الباسبور يغطوك 7 سنوات. كل باسبور هيبقى مكتوب عليه ستيكرز كده، مكتوب فيه رقم التليفون بتاع الشركة اللي انت في اي دولة من العالم لما تتعرض لسبب من الاسباب اللي بتستوجب تدخل شركه تامين لتغطيه الخطر اللي انت بتتعرض له، تتصل بيها وتتولى فورا التغطيه وسداد المستحقات، سواء العلاج او تكاليف العمليات او الترحيل او اي سبب من موجب للتعويض ويستلزم الحمايه.